بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض هنعمل مكتبه بالجبس، بس هنعملها بالطوب. البكه اللي قدامنا زي ما انتم شايفين المساحه ديت هتبقى فيها باب، لان ده هتبقى زي ما انتم شايفين ركن خارجيه، فاحنا الحته دي واخدين فيها باب، والحته الصغيره ديت حوالي 190 سنتي هنعمل فيها الرسمه زي ما هي مرسومه كده. ان شاء الله هنشوف مع بعض الفيديو وطريقه الشغل، ويا رب الفيديو يعجبكم، واتمنى ما تجريش الفيديو وتشوف كل تفاصيله، ولو في اي حاجه تسيبها لي في التعليقات، وما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناه لو انت اول مره تشوف قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ مره ثانيه معاكم. الوقت احنا بنبدا نشتغل الجدار ده. طبعا مبني زي ما انتم شايفين، مبني من زمان يعني، او مبني من فتره. ببدا انا اشتغل جنبه، ببني الشاشه دي جدار تاني، يعني بعمل جدار جنب الجدار. تمام، جدار على نص طول. طبعا اللي زي ما انتم شايفين المسافه معانا صغيره. احنا رسمت الرسمه ديت زي ما انتم شايفين كده بالتباشيره الاول عشان اشتغل عليها. تمام، زي ما انتم شايفين انا واخد تلتانات اهو جنب تلتانات، تلتانات كبيره يعني تلتان 8 تخرام. الطوبه فيها 10 تخرام، ده 8 تخرام، يعني شال الشطفه بتاعت الطوب. تمام، عشان ما يبقاش بارز قوي. وهبدا ماشي زي ما انتم شايفين كده، بطلع بالتلتانات ديت على طول. زي ما انتم شايفين كده هطلع بالتلتانات ديت على طول كده جنب الحيطه عشان تبقى بارزه. والكتف ده ايه زي يبقى زي نظام منظر كده، وهيبقى تحت ايه، تحت الشاشه، هيلف بالعرض معانا دلوقتي، وهيبقى ايه زي نظام يعني ايه رف تحت الشاشه. بتبدا تشتغل عادي، مفيش اي مشكله قدامك. طبعا انا مكسر في الجدار اهوت القديم عشان ايه الجدار يربط بعض. الباب اللي انا شغال فيه ده باب داخلي بقى للركنه، زي ما انا قلت شرحت لكم في الاول ان الركنه دي ركنه خارجيه من بره البيت، يعني الضيف يجي من بره يخش على طول عليها. طبعا المسافه اللي باقيه جنب الباب مسافه صغيره جدا، 190 سنتي، فيعني ايه مضيقه معانا العمل شويه. تمام، الباب ده بقى باب داخلي جوه، يعني هيبقى ايه باب داخلي برضو للركنه دي، داخلي جوه المنزل. يعني زي ما انتم شايفين الشغل اهوت، ببدا ماشي زي ما انا عامل الرسمه دي، بمشي الف عليها كده زي ما نفس اللفه وبشتغل عادي خالص. الشغل ما فيهوش اي حاجه يا جماعه، اهوت العمليه كلها ان انت بس بترسم اي رسمه معموله على الحيطه وبتبدا ان انت ايه تمتنها معاها. طبعا انا فحر عندك في الجدار اهوت عشان اربط معايا برضو الجدارين ببعض، وفي حتت برضو يمكن هي مش جايه في الفيديو، عامل زي نظام حديد بين الجدار ده والجدار ده مدقوقه ماسكه برضو ايه الجدارين ببعض، وطرف رباط. العمليه يعني متينه جدا، ما فيهاش اي مشكله. الشغل اهوت زي ما انتم شايفين بتبدا ان انت لو انت عاوز الشغل اللي تحت دول تموتهم من غير انصاص كده زي ما انا عاملهم عادي، يعني انت هي نفس القصه. يعني انا قلت ان هي تبقى انصاص وخلاص، بس انت لو عاوز تعملها كده عادي مفيش مشكله. طبعا ده انا عملت الرف اهوت، والله اللي كان بيصور حتى ما جابش وانا بعمل الرف، يعني كان ماسك الفيديو كده وما كانش بيصور، يعني معلش سامحوني في الشويه دول. طبعا الرف هتعرص شويه طبعا ناشف كده زي ما مرسوم اهوت، وهتبدا تعمل السطر ده برضو تلتانات، وحاطط فيه اسبوتين كهرباء، حاطط فيه اسبوتين كهرباء، وبعدين حطيت فيه سيخ حديد للمتان. ببدا اللي انا بقى ايه اشتغل الف على الايه على اللفتين اللي قدامي. طبعا الفراغ ده يا جماعه حوالي 17 سنتي، الفراغ ده حوالي 17 سنتي بين الـ بين الـ بين النص ده وبقيه الجدار. تمام، انت هتلف وتمشي مع اللف في النص، عاوزه نص بتدي لها، عاوزه تلتين بتدي لها، زي ما هي ماشيه معايا. تمام، انا واخدها انصاص عشان انا ما رضيتش اخدها طوبه سليمه لهدف، انا بحط لها معايا لظبط الكهرباء وامشي الخرطوم معايا منعا للتكسير فيها حتى بعد كده. يعني كمان الخرطوم بتاع الكهرباء انا هوصله معايا وانا ماشي، يعني مش هيبقى فيها كهرباء هيعمل فيها اي حاجه، ما فيهاش اي تكسير، حاجات بسيطه جدا سايبها له في الاماكن اللي هي المتين. تمام، عشان انا ما رضيتش اخدها طوبه سليمه عشان ما تاكلش معايا مساحه في الشاشه، زي ما انا قلت لكم ان هي صغيره، فعشان ما تاكلش مساحه معايا، المساحه تبقى ايه واسعه معايا. زي ما انتم شايفين اهو بوصل الخرطوم، بقطع حته ومن الاسبوت ده للاسبوت اللي فوق. تمام، بتبدا زي ما انت شغال اهوت ماشي مع الرسمه، واخدها انصاص خالص وبتمشي عليها، وبعدين طبعا باخد 3 انصاص وبكسر له طوبه في الجدار الثاني وبربطها ايه اكنه طرف رباط كده، بيقوم ماسكهم. تمام خالص، ما فيهاش اي مشكله، ومتينه جدا و100 100، ما تقلقش منها، وما فيهاش بعد كده تكسير، و100 100 اهي. الرف طبعا الرف ده طالع بنظام دائري كده، مش رف عدل، فاهو. فزي ما انتم شايفين كده اهوت ببدا ان انا امشي على طول على الخرطوم ده اهو، بلبس كل نص في الخرطوم، هيوصل بعد كده ايه احط كل 3 انصاص مثلا، بقسم من الاسبوت في نص ايه الرف. تمام،
اتمنى ان يكونش صوته مزعج لحضراتكم والله يا جماعه، واتمنى بس ان شرحي يكون فايد لحضراتكم. واتمنى لو انت اول مره بتشوف قناتي يا ريت تشرفنا باشتراكك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ويوصلك الاشعار، وان شاء الله ايه بفضلكم بفضل ربنا سبحانه وتعالى وثم بدعمكم للواحد ان شاء الله ننزل لكم حاجات جديده، ويا رب الفيديو يعجبكم. زي ما انتم شايفين اهي الطوبه يا جماعه رابطه معايا، ما فيش اي مشكله خالص. ببدا برضه اهوت الجهه الثانيه جايه معايا ربع في النص، طبعا ببدا اخد الارباع انصاص زي ما تيجي معايا، المهم ان انت تمشي على الرسمه اللي انت راسمها. ومش شرط الرسمه دي، اي رسمه تعجبك تقدر ترسمها الاول بالشكل اللي انت عاوزه على الحيطه وتعملها. طبعا هي لو هي ببني الجدار لسه من جديد اسهل لي، اللي هي هتبقى متينه معايا وكده هتبقى سهله شويه في شغلها، اما هي صعوبتها شويه ان انت بتبني الجدار جنب الجدار. اما انت لو بتبني في الجدار نفسه هتطلع الانصاص دي مربوطه في الجدار، وهتبقى الشغل معاك 100 100 وسهل وما فيهوش اي حاجه. تمام، بنبدا خلاص اهوت. اما انا مقسمها 3 رفوف زي ما انتم شايفين اهو، هم 3 رفوف اهو. ببدا اخر رف اهوت بعمله، طبعا الاسبوتات يا جماعه هم في حوالي 11 اسبوت كهرباء، يعني مش عشان برضو في بعض الاصدقاء بيقولوا لي اللي الشغل بالطوب معدوم والكهرباء، لا هي فيها 11 اسبوت كهرباء، فيها في كل مكان اسبوت كهرباء. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده، بتبدا بقى تفنش معاك التفنيشه الاخيره دي. طبعا انا كسر بقى شويه الاخرانيين دول في الجدار اللي ورا السطر الشناوي، يعني ايه سطر طوبه بالعرض. وطبعا دي القفله الاخرانيه اهي مضغوطه في الجدار، فما تقلقش عليها طبعا العرق ده، انا حاطه بس ايه نظام سنده معايا بسيطه وهشيل الوقت على طول ما فيهوش اي مشكله. هبدا بس اقفل شويه دول وباجي اشيله عادي، ما فيش ايه اي مشكله خالص. تمام اهو خلاص كده ببدا ان انا اقفل. طبعا انا هزود عليها سطر تاني. هنعمل بقى في الجناب تلات اكتاف كده، يعني نظام منظر فوق الشاشه برضو اهم. طبعا ملبس لهم برضو الكشاف من تحت والخرطوم طالع معايا، وبلبس الخرطوم في خرم الطوبه مفيش اي مشكله عشان الكهربائي يجي خرطومه يكون ايه جاهز قدامه، ما يبداش ان هو يناحي ولا يكسر ولا يعمل اي حاجه. تمام طبعا الاسبوطه تحت اهوت هرجع لسه اعمله بشويه مونه كده واظبطه وامسكه جامد في الكتف، وما تقلقش عليه بيبقى الشغل متين ومية مية. طبعا اخدت 4 طوبات وهاجي رابط اخر سطر، اخر سطر بقى جربته في بعضه. طبعا دي طبعا لسه هنزل عليها صبه. تمام فما طالما الصبه نزلت عليها يعني انساها انساها كده مدى الحياه، الشغل متين وما فيهوش اي حاجه. وبعدين التكلفه يا جماعه يعتبر ما يعني ما فيش، دي خدت والله يا جماعه يعتبر نص شكاره اسمنت، معموله بنص شكاره الشاشه دي معموله بنص شكاره، وشويه انصاص قديم ما عندك في البيت، يعني شويه انصاص كانوا باقيين من البيت وشويه طوب بساط خالص حوالي 100 طوبه، يعني عمليه كلها مش مكلفه جدا، يعني ما فيهاش تكلفه اصلا. تمام اهو دول كانوا باقيين شويه طوب عنده من المبنى عند الراجل ده، وشويه طوب يعني وسلام اللي كانوا باقيين عنده حوالي 100 طوبه سلام، والباقي ده كله كان انصاص كانت متكسره في البيت، واحنا عملنا بقى ايه الرسمه دي ساعدتنا ان احنا نعمل معانا الرسمه دي. فيعني التكلفه بسيطه جدا، وبتبدا ان انت تعمل حاجه كويسه مش وحشه، وبتوفر عليك طبعا للناس اللي هي يعني برضو مش قادره ان هي تعمل شغل الجبس مكلف شويه او كلام من ده، بس مش اكتر. يعني في ناس اللي بيستقدر يعمل جبس مفيش مشكله، في ناس مش قادره انها تعمل برضه تكلفه الجبس، وبتبقى الحاجه طبعا الشغل ده يا جماعه الواحد بيعمله وهو شغال مثلا في البيت، او ده زبوني مثلا انا شغال عنده كلام من ده ما اقدرش اتاخر عنده في حاجات زي كده. فالموضوع زي ما انا قلت لحضراتكم اهوت مفيش اي حاجه، الشغل بيبقى بسيط والعمليه شكلها هي الحمد لله. طبعا انا فكيتها هي الحته اللي كانت باقيه، وزي ما انت شايف الشغل اهو. يتمنى يا رب يعجبكم، واتمنى ان هي تكون حاجه كويسه في الاخر، اديت لك شكل كويس. طبعا الشكل اللي انت عاوز تعمل الشكل اللي انت بتحب تعمله هتعمله باذن الله لما ترسمه. طبعا هي الاسبوتات بوريها لكم، في اسبوتين كهرباء هنا، وطبعا هي مليانه اسبوتات كهرباء، والخرطوم وصل زي ما انتم شايفين في الجناب كلها فيها اسبوتات كهرباء. تمام اتمنى يا رب ان الفيديو يكون استفدتوا منه، وان هي تكون حاجه كويسه وحاجه بسيطه ومش مكلفه، وفي حاجات كتير ورسومات كتير تقدر تعملها مفيش اي مشكله. وشكرا لكم على المتابعة ومشاهدة الفيديو، واتمنى لكم يا رب يكون بصحة وسلامة، ولا تنسوا ذكر الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.